اول متابعه معانا في جولتنا هتكون للمصريين في الخارج اللي زي ما قلت في بدايه الحلقه بيواصلوا عمليه الاقتراع داخل اللجان المختلفه، تحديدا في 116 دوله بتستمر عمليه الاقتراع فيها في اللجان الفرعيه. قفلوا الابواب في الساعه 9 مساء بتوقيتنا على أن يكون غدا الأحد هو آخر أيام التصويت للمصريين بالخارج في مقار السفارات وكمان القنصليات والبعثات الدبلوماسية. هنشوف تقرير لمراسلنا في بريطانيا وثق لنا عملية الاقتراع كان فيها إيه النهاردة من داخل السفارة المصرية بلندن. بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وكان للمغتربين كلمة البداية في العملية التصويتية، فعلى مدى 3 أيام يمارس المصريون في بريطانيا حقهم الانتخابي في اختيار الرئيس القادم لمصر. هقول لك ده شعور عظيم جدا، ومهما كان البرد قاسي والجو وحش الناس كلها زي ما انت شايف جاية، وجاية ليه؟ لان ده يوم مهم جدا ان احنا كلنا لابد نصوت. مصر ورئيسها القادم امام اختبارات صعبة، حيث بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العديد من النجاحات فيها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تخرج في الشارع، الناس عايشين في أمان، فإحنا على الأقل أغلى حالة نقدر نعملها اللي إحنا نيجي نقف جنب بلدنا ونوري العالم كله اللي إحنا ناس عندنا وعي، وعي اقتصادي ووعي سياسي، وكمان بنحب بلدنا. العملية الانتخابية هنا في السفارة المصرية قائمة على قدم وساق، تسهيل للإجراءات وسلاسة في التحقق من البيانات والإدلاء بالأصوات. مش ممكن أكون أسعد من كده لكمية الاستجابة للمصريين والحماس بتاعهم. بقول لحضرتك جايين من اسكتلندا، جايين من برمنغهام، من برايتون، مسافات بعيدة جدا، في ناس سافرت طول الليل علشان تيجي تدلب صوتها. وبصراحة يعني أنا عايز أشيد بالسفارة عاملاها هنا في مصر، من كل الناس اللي أنا وقفت اتكلمت معاهم بيشيدوا جدا بالتنظيم اللي موجود، وبقد ايه ان السفاره وسياده السفير ناصر يعني نظم الموضوع بشكل جميل جدا، وان هو يسر العمليه الانتخابيه للمصريين المتواجدين هنا في لندن. الاجراءات اللي اتخذتها اللجنه العليا للانتخابات وغرفه عمليات العمليه الانتخابيه اللي انشاتها وزاره الخارجيه بقياده نائب وزير الخارجيه، النظام اللي اتحط في القاهره كان نظام من الكفاءه من ناحيه التقنيه ومن ناحيه التنظيميه، فاحنا كسفاره في إطار هذا النظام شكلنا فريق عمل وكل واحد قام بدوره، والوعي كمان الناخبين اللي خلى العملية الانتخابية تمر بمنتهى اليسر والسهولة. حجم المشاركة جاء استجابة للنداء الواجب الوطني الذي يحتم على المصريين المشاركة في تحديد مصير بلدهم. انتخابات وصفت بالمصيرية لاستكمال مسيرة التقدم التي بدأت في التحرك بمصر قدما، وأهمية الانتخابات ترجمتها مشاركة المغتربين هنا في السفارة المصرية بلندن. علاء الدخخني، النيل للأخبار، لندن. النهاردة كمان كان في زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقع العمل والإنتاج في منطقة شرق بورسعيد، زار المنطقة الصناعية والمزارع السمكية بالمحافظة. خلال جولة الرئيس اللي شملت افتتاح عدد من المشروعات التنموية قال انه بيتقبل مدة تأخير المشروعات في شرق بورسعيد من 3 لـ4 شهور، وده بيرجع انه تكلفة المتر من المشروع لتجهيزه وطرحه للمستثمرين بتصل الى 1500 جنيه بالمرفق او بتوصيل المرافق ليه، يعني الامر اللي بيعني ان تكلفة 40 مليون متر بتصل الى 60 مليار جنيه. وضح الرئيس أنه الاهتمام بمشروعات تعمير سيناء بينبع من أهمية تلك المنطقة، وأشار كمان أنه تعمير سيناء بيتطلب توفير أموال كبيرة تصل إلى 275 مليار جنيه.
عارفين طبعا قصة الطالبة المصرية مريم عبد السلام اللي لقت حتفها إثر تعرضها للضرب. مريم في بريطانيا النهاردة في تحرك من النائب العام المستشار نبيل صادق لأنه أمر بسرعة طلب التقارير وكمان الأوراق الطبية الخاصة بالمواطنة المصرية اللي توفيت زي ما قلت مؤخرا بالمملكة المتحدة بعد ما تعرضت للاعتداء، وكمان طلب كافة المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة في بريطانيا بشأن الواقعة ومرتكبيها، وطلب النائب العام بإفادة النيابة العامة المصرية بطبيعة الرعاية الصحية اللي تم تقديمها للمجني عليها في عقاب الاعتداء اللي تعرضت ليه حتى الوفاة وجميع الإجراءات اللي اتخذت في هذا الشأن، وده استكمالا للتحقيقات اللي بتتولاها إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام. طيب أنا معايا هاتفيا النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتعقيب، وأطلعنا أيضا على آخر المستجدات المتعلقة بوفاة المواطنة المصرية مريم عبد السلام. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم. طيب داخل اللجنة لجنة حقوق الإنسان إيه التحرك اللي عملتوه داخل المجلس يعني من أجل إن إحنا نوصل فعلا لمرتكبي هذا الحادث ونقدر إن إحنا نتعرف عليه وكمان نضمن ان هم هيتحكموا وهينالوا الجزاء المناسب والعقاب المناسب؟ هي طبعا هو في تحرك الصعيدي كان حيث دلوقتي على لجنه حقوق الانسان يمكن من بقى الاعلام عن اللجنه يعني تكون لجنه للجنه عدد معين من اللجنه عشان هو يشوفوا الواقع الحقيقي وبالنسبه للتحقيقات وبالنسبه للاحداث كامله وبعد كده هيكون في تقرير من لجنه حقوق الانسان. طبعا على الصعيد الدبلوماسي هيبقى في برضه تحرك من الخارجيه المصريه وهيبقى في مراقبه للتحقيقات وابعاد الحادث وكده، وما اذا كان هناك اعمال داخل المستشفى نفسها اثناء اصابه مريم. كل الكلام ده ان شاء الله هيكون قريب العاجل ان شاء الله، ويعني هيكون في تقرير لجنه حقوق الانسان. طب انتوا حتى الان يا سياده النائب هل تم مدكم حتى الان ببعض الاوراق او التفاصيل الخاصه بهذه القضيه من قبل وزاره الخارجيه او وزاره الهجره؟ هو في تفاصيل مبدئيه عن الحادث ولكن مش كاملة. احنا دلوقتي مش في التفاصيل بتاعة الحادث قد ما احنا في التفاصيل بتاعة تحقيقات النيابة في انجلترا، وفي ما اذا كان حدث اهمال او بالنسبة للرعاية الطبية اثناء الاصابة من المستشفى او اعمال مقصود. فالكلام ده كله طبعا في القريب العاجل يعني بعد زياره النائب العابد والمجموعه اللي راحت معاه واكيد في تحرك دبلوماسي من الخارجيه هيكون في بيان ان شاء الله هيتم نشره في البحر. طيب هو حتى الان يعني في ضوء المعلومات الاوليه هو هل تم ضبط الجنان اللي اعتادوا عليها في الاتوبيس او في القطار او في وسيله المواصلات اللي هي كانت فيها؟ هو ما جاء في البيانات في التقارير ان هو تم القبض عليه. توصلوا للجناية يعني. توصلوا للجناية وتم القبض عليه. الاحداث كاملة، الاجراءات الجنائية اللي هتؤخذ ضدهم، التحقيقات النيابية، الحكم في النهاية، الكلام ده كله طبعا في حيل الاهتمام بالنسبه لنا كلجنه حقوق الانسان وبالنسبه للخارجيه المصريه كله وبالنسبه لكل المصري الحقيقة. طبعا. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عاطف مخاليف عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب المصري. طيب هنطلع لفاصل ونرجع لكم عشان نبتدي اول حوار معانا النهارده. اللواء محمود منصور شرفنا فعلا بالحضور، بعد الفاصل هيكون معانا عشان نستكمل معاه حوارنا اللي بدأناه الأسبوع الماضي.
بمشوى، وكل ما هنيجي على مشروع نفتتحه هتفاجئوا ان الله ده اتعمل ازاي، اتعمل بيكم. واللي هيتعمل هيتعمل بيكم. هو الشباب اللي كان شغال ده مش شباب مصر ولا ايه؟ وارجو لما اقول بقى الموارد المطلوبه المصريين يفهموا ان الدفاع عن البلاد والدفاع عن الارض مش بالكلام، لا، الدفاع عن الارض والبلاد ده عرق وجهد وتضحيه ودم، واحنا كمصريين ياما قدمنا تضحيات. فانا عايز اطمنكم ربنا سبحانه وتعالى بيساعد الصالحين اللي بيبنوا بيعمروا ما بيخربوش، بيبنوا بيعمروا ما بيهدوش، بيبنوا يعمروا ما يضيعوش، واحنا لا بنخرب ولا بندمر ولا بنضيع، واحنا لا بنخرب ولا بندمر ولا بنضيع. اللواء محمود منصور مشرفنا النهارده. خليني بس الخص، مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك من جديد. خليني بس الخص، احنا الحلقه اللي فاتت يعني الملخص اللي كنا اتكلمنا فيه، سياده اللواء طبعا كان احد رجال المخابرات العامه المصريه، توجهوا يعني بطلب من دوله قطر للمخابرات العامه لجمهوريه مصر العربيه وجهاز المخابرات ان هم يساهموا او يساعدوهم في انشاء جهاز المخابرات القطري. توجهوا إلى هناك وبدأوا بالفعل البنية الأساسية لجهاز المخابرات القطري، إلى أن توصلوا أو عرفوا أنه في بعض التدخلات من قبل هذا الجهاز أو عناصر الجهاز مع عناصر أجهزة استخبارات أخرى زي CIA وزي جهاز الموساد، وبدأت فعلا تظهر شخصيات مختلفة، وبدأت الكلام اللي كانوا متفقين عليه أو العناصر اللي دربوها تدريب جيد يتم إقالتها من الجهاز واستبدالها بعناصر أخرى. وهنستكمل من عند النقطة دي، وكمان في ضوء اللي سيادة اللواء الكتاب اللي هو عامله تجربتي مع الشيطان اللي احنا عرضنا بعض الأفكار الرئيسية منه على الشاشة منذ قليل.
اتفضل حضرتك يا فندم. من هذه النقطة وبعد ما لقيته ناس من الموساد وبعد ما بدأتوا تعملوا مخاطبات للأمير وقاوي يقول لكم لا أو استنوا وتيجي شخصيات تانية غير اللي انتوا دربتوها وتوسمتوا فيها ان هي هتقوم بالعمل كما يجب. المشكلة الكبيرة اللي واجهتني أنا والشيخ حسن ابن عبد الله آل ثاني اللي هو كان رئيس الجهاز لحد ما بعد الانقلاب بأشهر قليلة، إن كان موجود في الديوان الأميري وزير الخارجية اللي هو محمد بن جاسم. محمد بن جاسم إحنا تعبنا في الشغل وراه سواء داخل قطر أو خارج قطر في لندن وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ورافعين تقارير كاملة بعضها مدعم بالصور عن من هو محمد بن جاسم، والكلام المكتوب ما ينفعش يتقال في قناة محترمة عن سلوكياته والآخره، وإن الأسرة نفسها كلها محتاجة إعادة صياغة أو إبعادها عن ممارسة السياسة. الكلام ده معطى لحمد بن خليفة اللي هو أصبح أمير بعد الانقلاب على والده لما كان هو ولي العهد ومسؤول عن الأجهزة الأمنية في قطر. تمام. فوجئنا بعد كده بأن حمد هو حمد بن خليفة بيشتغل عند حمد بن جاسم، يعني أمير بيشتغل عند وزير خارجيته، لأن تبين أن حمد بن جاسم هو عنصر مخابراتي أمريكي أو لصالح المخابرات الأمريكية، نشط، عنصر نشط، وأنه دائما في علاقات متجددة مع السفير البريطاني والسفير الأمريكي، وبالتالي بينقل التوجيهات والتعليمات أول بأول لحمد بن خليفة يضعه في الصورة، وأصبح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أصبح هو المهيمن على الأمور على مدى أكثر من 15 سنة في قطر. وبقى حمد بن خليفة اللي هو الأمير شكلا أصبح هو مجرد خيال لحمد بن جاسم. طب إمتى انسحبته كفريق عمل من المخابرات العامة ولقيته أنه يعني العملية ماشية لحساب أجهزة استخباراتية خارجية؟ هو في الواقع الانقلاب اللي تم، ما هو مش حمد اللي عمل الانقلاب، حمد نفذ الأوامر اللي صادرة ليه عن طريق حمد بن جاسم. وبالتالي الانقلاب ده معمول لأهداف أن قطر تتحول إلى خزنة في الأموال تنفق على أهداف خطة الشرق الأوسط الجديد، لأن الميزانية الأمريكية عليها أعباء تكفيها، مش مساعدة كمان تصرف على خطط ليها عشان تهيئ العالم لمصالحها طبقا لرؤية أجهزة الاستخبارات الغربية. تمام. المشكلة أن بدأ بسرعة وبشكل متسارع السلوك الجديد اللي بيحصل في قطر. أول حاجة في بداية التسعينات، ده في سنة 95 بالتحديد. تمام. ومجرد ما بقى جه الانقلاب بدأت تتوارد لينا معلومات، احنا بنتابعه ولينا مكتب داخل الديوان الأميري، فبدأنا نشوف القصص اللي هي بتاعت إنشاء القاعدة. القاعدة اتضح بعد كده المفاجأة الجديدة، القاعدة العسكرية الأمريكية. تمام. بتتعمل على حساب قطر. طب ليه دولة عايزة تعمل قاعدة؟ أنا يكفي أنا المفروض كأمير دولة أخذ إيجار على الأرض اللي أجر بها القاعدة، أو أخذ مصالح تقابل قيمة أن أنا عامل تسهيلات أن هم ياخذوا قاعدة في مواجهة القوة اللي بتعاديهم أو قريبة من مصالح تحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الشيء المذهل أن إحنا فوجئنا بأن قطر هي اللي بتنفق على إنشاء القاعدة وبسرعة عالية. طبعا اترفعت مذكرات، والشيخ حسن لم يتأخر في أن هو يضيف رؤيته، وهي رؤية مطابقة للي شايفينه الضباط اللي شغالين في الجهاز. كان معانا مجموعة منتقاة من الضباط. فجأة بعد كده موضوع قناة شبكة الجزيرة، مجموعة قنوات الجزيرة بتتعمل، اللي جايين لها ناس جايين من لندن مباشرة، بيتكلموا عربي من أصول عربية لكن متربين في لندن في البي بي سي، ومعروف من هي البي بي سي، الإذاعة البريطانية. اللي هو كانت إزاي المقاربة ما بين علاقات قطر بإيران وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني إيران والولايات المتحدة ظاهريا أو معروف أن بينهم عداء، وده يسميها الشيطان الأكبر، وأمريكا حط أسطولها أو أساطيلها في الخليج في مواجهة المد الإيراني، لكن في النهاية كان في علاقات وما زالت هذه العلاقات موجودة، حتى أنه إيران هي اللي بتدعم قطر في الوقت الحالي بعد موضوع المقاطعة من دول الخليج. الحتة دي أو الجزئية دي بالتحديد محتاجة أو اللي يقدر يفهمها أكتر مني أي دكتور نفسي، دكتور نفساني بتاع علم نفس. الإنسان الضعيف عموما
زي حاكم قطر بيلاقي هو لقى القاعدة الأمريكية موجودة عنده، هو مش ضامن لأنه هو ضعيف وعارف أنه هو بنفخة هيطير مش هيلاقي نفسه، بنفخة هيطيره إذا أرادت آخرين أن هم ينفخوا فيه هينفخوا فيه، هو عارف ده كويس قوي وهو عايش في كابوس أن المملكة العربية السعودية وآخرين عايزين يضموا قطر للسعودية. الكلام ده مش حقيقي على الإطلاق، ولكن دي الأوهام اللي الضعيف بيخلقها لنفسه، بيخلق لنفسه الخوف بيزرعها جواه. فجاي هو بيلعب لعبة ساذجة برضو بيلعبوها الناس الضعفاء اللي لما يكون أفراد، إنه صاحب صديق صاحب عدو اللي موجود عندي اللي أنا خايف منه، على أساس يجمع المتضادين في وقت واحد تحت تبعيته. هو في الحقيقة مش تحت، حتى هو يتقال إن هم دول أصبحوا متابعين ليه، بس ده كان أكيد بمتابعة أو بمعرفة المخابرات الأمريكية يعني. موضوع كان ظاهر بيتهيألي. لا هو مش كل حاجة بتتم بمعرفة المخابرات الأمريكية، الحاجات اللي ضد التوجهات بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية بتتم فجأة وبتتم فجأة بشكل سري لحد ما هو يصنع المشكلة لأمريكا وتبقى أمر واقع وتفضل أمريكا. ما هي دي لعبة الضعفاء تمام، إنه هو شاكك في نفسه ومنعدم الثقة في قدراته الشخصية كدولة، وبالتالي بيشك في أي حاجة بتحصل حواليه. الحل قدامه يعمل إيه؟ إنه يجمع متضادين ليه، يعمل علاقة معهم، يفتح معهم، بحيث لو أمريكا حاولت تشيله أو تستغنى عنه يبقى عنده الإيرانيين يسندوه. وما جابش الإيرانيين بس، ده راح جاب بتاع العثماني ده اسمه الأتراك بتوع العثمانية. والراجل اللي هناك طبعا راجل ظريف قوي اللي اسمه أردوغان، حتة سكرة، واحد بيطلع من حفرة ينزل في دحديرة، يطلع من الدحديرة ينزل في بير، غبي غباء لم يرد على أي حاكم في العالم. الراجل ده وما بيتعلمش وأصبح ديكتاتور في بلده، مش لاقي حد يقول له لم نفسك. النهاردة عنده جيش وبيتقتل في سوريا، الأكراد مقاتلين ما هم سهل، اللي هو رايح يكتسب او مش بيكتسب، ده رايح بيشتري عدائهم، وهو عنده 15 مليون كردي جوه تركيا مواطنين اتراك. كويس، فده راجل بيتحرك بتركيا الى نقطه الى منحدر خطير، وده كويس، ده العقاب الالهي اللي هو بيصنعه بنفسه. احنا ما عملنالوش حاجه، هو اذانا، هو درب الارهابيين، هو بعت لنا الارهابيين، ماشي، احنا ما عملنالوش حاجه، ربنا اللي بيعمل له تمام من جوه مخه. فقطر راحت جايبه الاتراك كمان، انت جايب اتراك ليه؟ بيقول لك عشان كان عندنا معاهده من 2014، كويس، من 2014 دلوقتي بتنفذها ليه؟ وانت متخيل يا ساذج يا حاكم قطر ان الاتراك هيقدروا يضربوا طلقه في ضد اراده الجيش الامريكي اللي موجود عندك؟ ها؟ انت عندك كام الف تركي؟ دي قوه رمزيه، 3000 واحد تركي هيعملوا لك ايه؟ وضد مين؟ السؤال الكبير، ضد مين؟ انت عايش في كوابيس الرعب تمام. طب الحلقه اللي فاتت يا فندم كنت حضرتك يعني يمكن نهينا الحوار بظهور عناصر من الموساد داخل جهاز الاستخبارات القطري، المرحله دي كانت ازاي وانتوا كنتوا لسه كفريق عمل موجود؟ تم رصد موضوع الموساد او وجود الموساد داخل جهاز الاستخبارات القطري ده ازاي؟ عمليات قبض ضبط واحضار ضباط المخابرات العامه اللي احنا تعبنا فيهم. فجأة أحكام سريعة كده زي السندوتشات تمام؟ للعناصر اللي أنتوا دربتوهم من القطريين للضباط الضباط المتميزين المخابرات. تمام. الجريمة إيه؟ نشأ بعد الانقلاب بتاع 95 إن الشيخ خليفة كان عايز يرجع. تمام؟ ابنه مش متصور إن ابنه والولد الخاين اللي اسمه محمد ابن جاسم ابن جبر آل ثاني يزيحوه عن السلطة. فالراجل جه ليه أحباب جوه قطر، قبيلة المرة بالكامل، قبائل أخرى، أشخاص من قبائل أخرى حاولوا يساعدوه، هو من بره بقبائل موجودة تابعة ليه وبيودوه، ومع قبائل من داخل قطر، الاتنين قرروا إن هم يتعاونوا مع بعض ويرجعوا الشيخ خليفة إلى كرسي الإمارة مرة أخرى. خلصت القصة دي بالفشل، لما واحد من الداخلين في الخطة بتاع الشيخ خليفة بلغ قبلها بساعتين، وبالتالي فشل الانقلاب بتاع الشيخ خليفة على عشان ابنه عشان يرجع. تمام. راحوا قال لك مصر والسعودية، ومصر بعت 400 واحد يحاربوا، 400 واحد بيحارب 400 اللي انتوا
تمام؟ طلعت حرب على الترعة كويس. هم مش فاهمين جيوش يعني ايه ومش فاهمين حرب يعني ايه. قصة مريرة وعايزة زمن عشان تتغير. الخلاصة احنا لقينا الضباط بتروح اللي احنا عملناهم. طب خلاص مش هيبقى فيه جهاز. فجأة رئيس الجهاز اللي من الأسرة الحاكمة بيحال للتقاعد او بيستغنى عنه. وتم استبدالهم بمين؟ يعني تم استبدالهم بعناصر اخرى لا تعلموا انتم عنها. لا لا ده مجموعات بقى جايه لنا. مجموعات بقى مش انتوا اللي مدربينها خالص ولا الحين ندربهم. انا خلاص انا شخصيا قدمت استقالتي فورا تمام؟ لقيت رئيس جهاز جديد جاي. سالت ايه الموضوع؟ قالوا ده كان راح دوره في امريكا، دوره تدريبيه في الطيران، هو ضابط طيار عميد. ومن امريكا رجع بعد اسبوع نزل من المطار على الديوان الاميري، خد التوجيه الاخير وراح جاي على الجهاز، استلم الجهاز من الشيخ حسن وقال للشيخ حسن شكرا يا شيخ حسن. انسحبت بقى حضرتك واخرون، قدمت طلب استقاله على طول ورجعنا. تمام. القصه هنا بدا يحصل تغيرات رهيبه جوه قطر بعد كده. اولا السيده موزة اللي هي حرم الامير السابق بدات تتولى عمليه اورابه قطر، بتقلبها قطعة من أوروبا. والنموذج المثالي الشبيه اللي اتعلمت فيه أو منه هو إسرائيل، دولة صغيرة زيها، عدد سكان محدود، عايشة في محيط ما يعنيهاش، المحيط اللي حواليها عرب أو مش عرب، بيتكلموا عربي، بيتكلموا أي لغة. ما الإسرائيليين كلهم من كذا، من كل الأرض، من كل اللغات اللي في العالم، ومتجمعين في وطن. وبالتالي الحضارة الغربية، السلوكيات الغربية، وانا بتكلم بطريقه مهذبه برضو، هي عايزه يبقى فيه قابليه لكل الاخلاقيات اللي في اوروبا وشافتها في اسرائيل وعاشت في وسطها. فعايزه انفتاح سلوكي، عايزه تغير السيدات اللي ماسكين مدارس، مديرات المدارس، مديرات البوسطه، كله يتشال ويتحط بدالهم ايرانيات ويمنيات والى اخره. طبعا مش اي يمنيه، يمنيات من اللي هم الحوثي، جماعة الحوثي. وده كان نوع من شراء الحوثيين والسيطرة عليهم بتوجيههم طبقا لإرادة الإرهاب القطري اللي هو إنشاء الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة الإسلامية بمعرفة الحوثيين. طيب إمتى بدأت الترتيبات الخاصة بعلاقة جهاز الاستخبارات القطري بجماعة الإخوان المسلمين وتوظيفهم ودعم العناصر الإرهابية في المنطقة؟ هناخد إجابة حضرتك بعد موجز الأهم وآخر الأنباء مع أشرف عبد العاطي. الحقيقة المعلومات كتيرة، فإحنا هنحاول بس نسرد القصة وصولا إلى الدور اللي بتقوم بيه المخابرات القطرية في الوقت الحالي من دعم لجماعات إرهابية في المنطقة ومحاولة لتخريب بلدان والتدخل في شؤونها الداخلية. كنا وقفنا قبل الموجز، أنا عايز أعرف المرحلة أو الوقت اللي بدأت فيه قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين ويبقى ليها علاقات بتنظيمات إرهابية في المنطقة. سنة 96 بعد الانقلاب بسنة كانت قطر بالفعل ما بقتش قطر. بفضل سلوكيات الحكام بتوع قطر اللي هو الحمدين. الحمدين استسلموا تماما، استسلموا إرادتهم للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سلمتهم لإسرائيل. إسرائيل بدأت تعمل علاقات اقتصادية تجارية وثقافية وتعليمية، كان من ضمنها خبراء إسرائيليين راحوا عشان يدربوا في المخابرات العامة. بعدها حضرتك كمان كاتب إنه يعني في كتاب حضرتك إنه بدأت إسرائيل إن هي تستبدل عناصر في المخابرات القطرية بعناصر تانية بتعمل لحسابها بدون شك. ما هو لازم، ده طبيعة السيطرة كده. وبعدين أمريكا إسرائيل مش في حجمها. إسرائيل لما بتتكلم مع أمير قطر بتتكلم بسلطة الولايات المتحدة الأمريكية على أمير قطر، من الأبر هاند يعني. أيوة. وبالتالي خلاص احنا بدأنا نشوف دولة منساقة انسياق كامل. في الوقت ده أنا بعد ما رجعت مصر كان حظي كويس، أنا آسف، كان حظي كويس إن أنا كنت بلتقي في باريس وفي لندن
مع أولادي من القطريين اللي عرفتهم في قطر سواء من الجهاز أو من خارج الجهاز، فكانت لي صورة محزنة للغاية. ظهر في وقت مع بداية 96 بدء انتشار موازي للغربنة أو التغريب للمجتمع القطري، وتواجد للتيار الإسلامي العنيف ممثل في بعض الشيوخ من آل ثاني. طب مش المشهدين دول فيهم تضاد؟ يعني أنا بقلب المجتمع إن هو يبقى مجتمع غربي وفي نفس الوقت بتقارب مع عناصر متأسلمة. هي متأسلمة بشكل متجدد، ما هماش إسلاميين إسلاميين، دول هم ليهم فكر سياسي. الفكر السياسي بتاعهم يعني هو واحد ملتحي ولابس عمة أو لابس اللبس بتاعهم الخاص ده، إنما هو هدفه النهائي إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وبالتالي مش هدفه إقامة دولة الله في الأرض أو الدولة المثالية اللي في الأرض، لا. وبالتالي هو بيحمل حلم جميل، حلم يخلي أمير دويلة صغيرة خليفة المسلمين في العالم. متخيلة حضرتك؟ موضوعات مرتبطة بعلم النفس وحاجات غريبة جدا، بتتعاملي مع واحد أمير فاضي أجوف، لا تعليم ولا خبرة ولا ثقافة، ولا هو قد اللعبة اللي بيتحط فيها. هم بدون شك اتظلموا ان هم اتحطوا في لعبة صراعات الأمم وهم مش فاهمين حاجة غير الخوف. هم وقتها كانوا جهاز منفذ لمين؟ يعني هم الوقت بيجمعوا، كانوا في التوقيت ده التسعينات علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، علاقات بإسرائيل، علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات بإيران وبتركيا. كويس. كل العلاقات اللي شغالة دي ماشية علاقات طبعا مش علاقات طبيعية زي اللي بين الأجهزة، يعني دي علاقات أغلبها سري وزيارات سرية، والزيارات المعلنة ما بتكتبش حاجة عن إيه اللي بيتم فيها. تمام. إحنا كنا عارفينه في جهاز مخابرات العامة القطري، كنا عارفين إيه اللي بيحصل. تأثير الخلطة دي يا سيادة اللي هو كانت إيه بقى في أداء الجهاز أو علاقاته أو محاولاته للتخريب في المنطقة؟ كل واحد من اللي بيعملوا علاقة مع قطر له هدفه هو، وبيسعى لتحقيق أهدافه باستخدام هذه الأرض وباستخدام مال هذه الدولة. كل واحد كان مرضي بالذات من ناحية المادية ومن ناحية الوعود، إن إحنا معاك وإحنا بيك، إحنا معاك بس إحنا بيك. المشكلة الثانية إن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها مبنية على معلومات بتاخدها من مصادر مش فاهمة، وأنا الكلام ده قلته قبل كده أكتر من مرة، حتى في نظرتهم لمصر والسعودية والغيرها هنا في الشرق الأوسط بياخدوا معلومات من ناس ما هياش خبيرة في السياسة ومش فاهم، مش خبيرة في الاقتصاد ومش خبيرة في إدارة الدول. وبالتالي المعلومات اللي بتروح لهم معلومات خاصة بشريحة معينة بتقبل إنها تاخد فلوس مقابل الإدلاء بالمعلومات. وبالتالي أصبح القيادة أو الحكومة الأمريكية اللي منبع معلوماتها هو المخابرات الأمريكية أو المخابرات الغربية عموما، مصدر معلوماتها فاشل أو مش قادر يجيب المعلومات. طب يعني هذا الجهاز وفقا لكتاب حضرتك ولشرحك أصبح بقى في ظل هذه العلاقات المريبة بهذه القوى اللي أيضا أجهزة استخباراتها مريبة، بيحرك جواسيس في المنطقة لحساب كل علاقة أو لكل دولة؟ أنا عايز أقول حاجة. اتفضل. قطر الحاكم بتاع قطر شغال هو والطاقم اللي معاه في تنفيذ كل التعليمات والأوامر الأمريكية بالتحريض وتسخين التحريض وتوليعة يولع الدنيا وولع مخ الشعوب العربية. كل ده عن طريق قناة الجزيرة وخدمات وتدريب على إزاي يتكلموا في الإعلام وإزاي ياخدوا عقول الشعب العربي من المغرب لحد المشرق في اتجاهات الفوضى الثورة. كويس. ده اتجاه التاني اللي هو تمول مين، يمولوا مين، يدوا لمين، يروحوا له ازاي، هو هيجي لهم ازاي. الحاجة التالتة الإيواء، اقوي فلان عندك، اصرف على فلان اللي عايش في تركيا، اصرف على فلان اللي عايش في النمسا، اصرف على فلان اللي عايش في لندن. ده مجرد واحد عمال يوزع فلوس فقط لا غير. فجأة ويقوي عناصر. فجأة ايوه الاخوان لقوا الفرصة جات لهم. الراجل ده عمال بيشتغل عميل، طب ما احنا قادرين نعمله أمير للإسلام بكله. عرضوا الفكرة بتاعتهم بتاعت دولة الخلافة. الفكرة راقت إلى حمد بن خليفة
مش لحمد بن جاسم. وكانت نقطة خلاف بينهم، لأن في الفكرة دي لازم يشتغل سرا بعيد عن أمريكا. بدأوا يشتغلوا وبدأ يبقى ليهم أشخاص ومجموعات وعصابات. مين اللي بيدير الموضوع أساسا؟ الإخوان هم اللي بيديروا، وبرضو دور الحاكم ما زال زي ما هو الإنفاق فقط لا غير، من خلال جمعيات دينية بتحمل أسماء دينية يعني موجودة في دول مختلفة بيدعموها. هم أبرزها كان اليمن وسوريا وهنا في مصر وفي الدول الغربية كمان وفي بريطانيا وفي فرنسا. بدأت يشتغل في عملية، بدأت الحاكم قطر هو وعصابته يشتغلوا في عمليات تمويل بهدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية، والقصة بتاعتهم شغالة على أساس إن ده عمل سري أمريكا ما تعرفوش ولا بريطانيا. ماشي. الولايات المتحدة الأمريكية زرع رجالتها في كل حتة، قدرت تعرف هي وبقية أجهزة المخابرات الغربية إن قطر بتلعب مع ناس هي ما وجهتهمش ليها. قرت القصة فبحثوا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر كبير جدا ما حضروش حد من القطريين، وقالوا لا هم كده نسيبهم خلي هم بينفذوا بيساعدوا المخطط بتاعنا احنا مخطط الفوضى. بس في الوقت ده يا فندم كانت بريطانيا هي كمان ماشيه على نفس النهج، واجهزه الاستخبارات البريطانيه كان ليها علاقات بجماعه الاخوان وكانوا عايشين على اراضيها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما فيش حاجه في لما نتكلم عن استخبارات ما فيش حاجه اسمها بريطانيا وامريكا والصهيونيه العالميه. الثلاثه حاجه واحده ومعاهم دول غرب اوروبا بالكامل بلا استثناء. الجميع مذنبون سيدتي. تمام، الجميع مشاركين في المؤامرة على العالم العربي، لأن أوروبا الجميلة جميلة منين؟ ما احنا لفينا الدنيا. اشمعنى هم بلادهم جميلة؟ لأن هم بينهبوا الدول بتاع اللي بيسموها الدول النامية. بياخدوا الخامات بتاع المنتجات وبيصنعوها، الحاجة بياخدوها بقرش بيصنعوها بقرش تاني بيبيعوها لنا ب10 قروش. وبالتالي عندهم فوائد مالية تخليهم كلهم يلاقوا فلوس للعلاج، يلاقوا فلوس للتأمين الشامل اللي احنا بدأنا بنصنعه في مصر دلوقتي من اللحم الحي. تمام، وبقى فيه الشوارع الجميلة والمباني الجميلة. فأوروبا هي قطعة واحدة مع أمريكا، ودي قصة تاريخية وما تغيرتش ومش هتتغير. رصدوا علاقة قطر بجماعة الإخوان وباركوها بقى، يعني خلاص باركوا بقى، باركوا سمطوا عنها. إمتى تحولت علاقة قطر إلى أنها وصلت مش بس لدعم وإيواء عناصر من جماعة الإخوان، ولكن بقت بتدعم جماعات إرهابية زي داعش وجبهة النصرة إلى آخره؟ هي مش الحاكم اللي بيدعم، ده الإخوان هم اللي بيدعموا بفلوس الحاكم. داعش هيقيم دولة إسلامية، جماعة النصرة هتقيم دولة إسلامية، جماعة البامية هتقيم دولة إسلامية. كل الجماعات دي عبارة عن إيه؟ كل واحد رفع علم ليه لون مختلف عن اللي جنب منه. إنما الإيد اللي ماسكة واحدة هي الإخوان الإرهابيين اللي هم بيسموا نفسهم الإخوان المسلمين. يعني دول حلقة الوصل ما بين أصحاب الفكرة، ما بين الإرهابيين اللي على الأرض أو اللي مطلعين أسماء تانية وما بين الفلوس اللي بتجيلهم أو الدعم المالي اللي هو غرفة القيادة بتاع الإرهاب، القيادة المالية اللي موجودة في قطر، ومع المال قنوات الجزيرة والقنوات الأخرى اللي موجودة في تركيا وفي لندن، ثم الإيواء والإنفاق على الإيواء وإخفائهم. اللي يلاقوا نفسه هيتقبض عليه أو هيتأسر أو هيتمسك يعني بيهرب على قطر ويعيش داخل قطر. بس معنى كلامنا ده يا فندم انه لو احنا حبينا نقول طب ايه الهدف الرئيسي من وراء اللي بتعمله قطر وجهاز المخابرات القطري، هنلاقيه ان هو مش هدفها هي، هو هنرجع بقى ايه الهدف الرئيسي من اسرائيل ومن امريكا ومن ايران ومن تركيا. لا انا ما قلتش اسرائيل، اسرائيل مشكلتها ان عندها اتفاقيه كامب ديفيد مربوطه من رقبتها بيها. تمام، وهي مش هتقدر تتخلى عن كامب ديفيد. امال هي استفادت ايه لما حطت عناصرها في الجهاز؟ في عناصر صهيونيه، قيادات الصهيونيه العالميه موجوده بتدير الدوله اسمها الولايات المتحده الامريكيه. العناصر الصهيونيه من ضمن مصالحها هي حمايه اسرائيل وضمان امن اسرائيل وتوسع اسرائيل وسيطره المنطقة. اسرائيل، فاسرائيل مش شغله نفسها، وايديها تروح تشم ريحه ايديها تلاقيها طاهره ونظيفه. كويس. ما هو ده لعب السياسه ولعب الدول مع بعضها. انما اوروبا الغربيه
بقدراتها وبامكانياتها وامريكا بتلعب ومش مكسوفه ومش خجلانه ومش هتتراجع غير لما تتكسر مناخيرها. وبالمناسبه حضرتك فكرتيني، انا بهني المصريين بان هم تاني مره في تاريخهم الحديث يمرمغوا بكرامه الولايات المتحده الامريكيه واوروبا الغربيه الارض بالسلاح الغربي وبالاراده وبالتخطيط الغربي الارض. مره سنه 73 لما كنت انا مقاتل في الوقت ده، ها، وجرينا الدبابات بتاعتهم في عز الظهر قدامنا واحنا لحم وجلد، ومره ثانيه بعد ما عبرنا اصعب مانع مائي في التاريخ السوفيت، كانوا بيقولوا اللي ما يعرفش السوفيت اللي هي كان الاتحاد السوفيتي قبل روسيا ما تتفتت قبل انهيار الاتحاد وتحويله الى جمهوريه روسيا. مظبوط تمام حضرتك. المره الثانيه ولادنا واخواتنا الصغيرين بيعملوا اسطوره جديده في حرب من نوع جديد انا ما كنتش اعرف اشارك فيه، تمام، لان انا موضه قديمه اللي هي حرب سينا. حرب سينا ولقوا الصحراء الغربيه وخارج مصر كمان، تمام، لما بيحصل حاجه من حد ويستخبى في دوله بيطلع الطيران والصاعقه يخلصوا عليه ما يخلوش يشوف الدنيا تاني. الجيش المصري اللي هو ولاد الشعب المصري واخوات الشعب المصري وازواج الشعب المصري واباء الشهداء، اباء الاطفال الشهداء، اباء الاطفال الايتام اللي اصبحوا ايتام، دول صنعوا مجد جديد لمصر. المجد ده ان احنا بنكسر اراده الغرب، خطه كونداليزا رايس بتنتهي وما نجحوها جزئيا على ارض سوريا والعراق وليبيا واليمن، لكن الاخفاق اللي شافوه على ايدين المصريين هيخليهم يتوبوا بعد كده انهم يهوبوا ناحيه الامه العربيه بالكامل، لان الايام اللي جايه مع نمو مصر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مصر بتمثل الدرع الواقي للامه العربيه. هرجع للموضوع بسرعه بعد اذن حضرتك. من اول 96 بدا دور الاخوان يسخن، ملحوظة لاحظناها، حتى زملاء القطريين اللي بيتكلموا معايا قالوا لي ان الدور بقى واضح جدا داخل الدوحه. ما هي قطر عباره عن مدينه اسمها الدوحه وخمس قرى، تمام، الخور والشمال ومسعيد يعني نسيب بقى، تمام، ودخان. فاللي حاصل ان احنا في مواجهه التحرك الاخواني العلني داخل قطر بدءا من 2009 بدانا نواجه الحركه اللي بتتجه في اتجاه مصر. للاسف كثير مننا انخدع في الكلام اللي كان بيتقال في قناه الجزيره. للاسف احنا مش بنغربل الكلام اللي بنسمعه. للاسف بنسمع شتمتنا وبنرضاها وبنقبلها. لا، انا لما يجي حد في قناه معاديه يتكلم عن الرئيس بتاعي او عن الوزير بتاعي لازم ادخل الكلام جوه مخي اغربله واصفيه وبعدين اخلي القناعه بتاعتي جوايا، ما بقاش تلميذ مستمع جيد لواحد انا عارف ان هو عدوي وانه مش بيتكلم لصالحي. هو هيهين بلدي ليه؟ حد يقدر ينكر انجازات اللي بتتم في مصر؟ ما انا قادر الغي قيمه الاعلام اللي هم بيصرفوا عليه البلايين مش المليارات بان احنا نخلي مخنا واعي وما نسمعش. عايز ما اخرجش عن الموضوع برضه، لكن هو الحقائق بتشدني. ان احنا لاحظنا بقى اندماج الاخوان مع هم وست ابريل مع الاحداث بتاعت الانفجار السلوكي يوم 25 يناير. الاخوان كانوا موجودين من اول لحظه وانا شاهد، وفي ميدان رابعه كنت واقف ومشيت معاهم لحد ميدان العباسيه عشان اتفرج مين اللي بيعمل هذه الاحداث في مصر. الاخوان كانوا هم اللي بينظموا المسيره، واللي كان في ميدان رابعه فاكر وعارف وشاهد عليها اللي كان معايا. كنت انا اكبر الموجودين سنا لدرجه ان واحد فيهم ملتحي كده شاب وسيم ولابس البدله والكرافطه بيقول لي تعالى يا حاج تعالى يابا تعالى كده، بيلمني بعيد عن شارع عن طريق النصر واحنا عند النصب التذكاري. لا دي احداث قريبه وعشناها. فكان واضح النزول العنيف، التواجد العنيف والقوي فجأة بالرغم من الثورة المفروض انها شيء غير معلن، لكن واضح ان الكوادر والخلايا بتاعت الاخوان كانت جاهزة. نفس الكلام حصل في ليبيا، نزلوا جري
وقطر بعتت 60 جندي قطري، تمام، نصهم مش قطريين، مرتزقة، وكانوا بيحاربوا ضد الشعب الليبي، بيموتوا الشعب الليبي بالسلاح والذخيرة القطرية. وبعدين الكلام ده مش بقوله برضو من الخيال، ده أنا بقوله لأنه متصور في تصوير تلفزيوني، وهم القطريين بيضربوا نار داخل طرابلس وبيهتفوا بيشجعوا الفوضى اللي حاصلة. النهاردة احنا شايفين نتيجة الفوضى أن الشعب الليبي ما زال مهجر خارج أراضيه. ثم اللي حصل في سوريا والدعم العلني اللي هم بيمارسوه لحد النهارده، وبيدينهم الاعلام بتاع قناه الجزيره في فيما يفعلوا في سوريا، وفي الاخر هيبوءوا بالفشل برضه في سوريا كما باءوا بالفشل في مصر، وهيبوءوا بالفشل لان الشعب الليبي واعي وهيبوء بالفشل. الخلاصه ان المخابرات العامه القطريه، عايز ارجع، انا بخرج وبرجع للموضوع، المخابرات العامه القطريه ما بقتش المخابرات العامه القطريه. العناصر اتغيرت، الغلابة اللي اتحكم عليهم بالإعدام، وشفنا فيلم عملاه قناة الجزيرة اسمه قطر 96، فيلم كوميدي، حبسوا فهد الملكي كان محكوم عليه بالإعدام، مقدم ده كان النجم البرايت ستار بتاع المخابرات العامة القطرية، خدوه اتهموه بأنه هو بيعمل انقلاب على مش عارف ايه وعايز يسقط النظام. يا سيد الفاضل، ده صراع بينك وبين أبوك. احنا مالنا كشعب؟ انتوا بتدخلونا كقبائل وكافراد ليه؟ هو اي واحد يتبلغ عنه ان ده مع ابوك ضدك تحكم عليه بالاعدام؟ هل هذا كلام يرضي الله ولا يرضي المسلمين؟ واعدموه فعلا. لا، فهد اكيد اتضح انه ما اعدمش وافرجوا عنه، وتخن قوي هو في السجن، كان هيكل عظمي، تخن وبيتكلم وبيحكي. الظريف بقى ان معاه مين؟ جابر جلاب المري. جابر جلاب المري ده ضابط انا من الاول بلغت حسن انه لا يصلح للوجود في الجهاز، تمام، لانه انسان بيبحث عن المال. وجابر بيحكي في الفيلم انه بيحكي قصص بقى انه هو كان موجود في الدوحه، وكان موجود في البحرين، وكان موجود في السعوديه، وكان موجود في الامارات. يعني جابر ده نصاب دولي معروف لكل القطريين، جابر جلاب المري معروف اخلاقياته وكل الناس بتتجنبه في قطر، انما جايبينه شاهد يشهد لهم داخل القصه اللي عملوها فيلم تسجيلي، وهي في الحقيقه فيلم بيفضح العار ويفضح المحاكمات الخايبه اللي عملوها، اللي ما فيش قانون بي 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 بيتم ارتباط الحكم بيه. ثم مشكله ثانيه عملوها، تتخيلي امير الإرهاب الطلب منه من 4 دول إنه ينفذ 13 مطلب وإلا هم هيقاطعوا حق الـ4 دول، يتنفذ 13 مطلب دول الواضحين يا هنقطعك مع السلامة، بيني وبينك سور. داير يتباكى ويبكي في العالم الحصار وإحنا عايزين الصلح. طب يا ابني ما تعمل الصلح، نفذ 13 مطلب. هو ده امتحان ابتدائية مثلا مش عارف تحله؟ ده مطلب 13 مطلب، كويس؟ يقول لك ده اصل بعد كده قالوهم 6 مبادئ، وجم اخيرا ووزير خارجيه البحرين قال ثلاث حاجات. بس هل قطر وعلاقتها القويه بالقوى الدوليه والقوى الاقليميه هو اللي بيتحكم كمان في علاقتها بمحيطها وبجيرانها من دول الخليج؟ حضرتك عندك من املاكك واملاك الساده المشاهدين كل واحد فيهم عنده حتة أرض متر في متر، ورث خدها يعني نصيبه في تركة طلع متر في متر، وعنده حتة أرض فدانين وحتة أرض 10 فدادين. أنا هجري وأزرع وأخدم وأعرق في أنهي حتة فيهم؟ في الـ10 فدادين. أيوه، الـ4 دول هم الـ10 فدادين، والمتر في متر هو قطر وأمير قطر. مصالح أمريكا الاستراتيجية مع قطر أو أي أمير موجود حاليا أو يبقى موجود مستقبلا موجودة في القاعدة الأمريكية، وما حدش يقدر يشيل القاعدة الأمريكية إلا بكامل إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وقضي الأمر. يبقى القاعدة اللي هي المصلحة موجودة ومستقرة. إنما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الجوهرية والاستراتيجية مع مين؟ أنا أسيب حضرتك والسادة المشاهدين يقرروا. أكيد طبعاً هتبقى مش مع قطر، مع الآخرين اللي بيقاطعوا. إحنا ما عملناش حصار، إحنا بنقاطع بنقول روح يا ابني لحل سبيلك. لحد ما تفوق او حد يفوقك او حد ما يكونش خبيث
يقول لك مصلحتك فين، ويقول لك الحق اعترف وقر بانك هتكون مؤدب وتعتذر لامهات وزوجات الشهداء وابناء الشهداء في كل العالم العربي والاسلامي، لان هم مش في مصر بس، ده الاكثر من اللي في مصر في الدول الثانيه، لان المال بتاعه والرعونه والخيبه والجبن هم اللي خلوه يركع على ركبتيه جاسيا امام حذاء السفير الامريكي. امير دوله يا هانم يرضخ لحته سفير؟ مع احترامي لكل السفراء، لكن ده انت امير دوله، انت نسيت نفسك؟ ده انت معاك السعوديه ومصر وكل والعراق وكل العالم العربي والجزائر، ليه ترضخ الرضوخ المخزي ده؟ ليه تبيع دينك واخلاقك ومستقبلك ومستقبل قبيلتك بهذا الثمن البخس؟ لا المنظر وحش. موقف في فرنسا عامل مؤتمر دافع عليه دم قلبه، قبل ما يعمل مؤتمر فرنسا ممشي عربيات في شوارع لندن عشان يسيء لولي عهد المملكه العربيه السعوديه، وعايز مصالحه وعايز ما يسمى بالحصار المقاطعه، يعني بيسميها الحصار، تتشال من عليه، وهو فاقد الادب وفاقد الاخلاق وفاقد التربيه، لان مين اللي هيربيه؟ والدته خواجايه، والده راجل غلبان. ارجع لكده، بعد بقى واحد تاني اسمه شيخ، الشيخ سيف ابن مبارك الثاني، بعته باريس، مأجرين مجموعة ومستضيفين مجموعة تانية في ندوة، عنوان الندوة ايه؟ البحث عن حلول للحصار العربي. العنوان نفسه فيه تزوير، احنا اكتب البحث عن حلول للمقاطعة العربية، هنقول لك الحلول، البحث بدل ما تبحث وبدل ما تصرف وتضيع وقتك ووقت الناس. ها، وده اللي اتقاله من الخواجات كلهم اللي حضروا، قالوا ما فيش حل، انتوا شوفوا الحل، انتوا يا قطريين شوفوا الحل، حل مش عند حد تاني، عشان تلغي المقاطعة الأمة العربية جاهزة، 13 بند تنفذهم وعليهم اعتذار علني قدام العالم كله. يعني لكن يبدو طبعا انه لسه الوقت ما انش بالنسبة للقيادة القطرية ان هي تفكر فعلا. لا هو في حاجة خطيرة، ما هو الشيكات اللي هو عمال يصدرها مش بتيجي، مش شيك ده، لازم يكون ليه رصيد في البنك. وطبعا كل الحسابات اللي عندهم هو بدا فعلا التصنيف الائتماني بتاع قطر كله فعلا ينخفض. جميل، صحيح. وبالتالي انا مجرد كانك الولايات المتحده الامريكيه او اي دوله النهارده بتقول له اهلا، مجرد ما هتلاقي ان الشيك ده مالهوش رصيد الوضع هيتغير طبعا، هينسوه وهيجروا جري على العشر فدادين. شرفتنا جدا يا فندم اللواء محمود منصور، شكرا جزيلا على هذا الحوار الحقيقه اللي مليء بالمعلومات القيمه، شرفتنا يا فندم. شكرا شكرا استاذه امل. يلا نطلع لفاصل ونرجع. هذا هو المشهد الانتخابي في مقار البعثات والقنصليات المصرية بالخارج، فبين شرق الأرض من نيوزيلندا واستراليا إلى غربها في لوس أنجلوس بالساحل الأمريكي الغربي تعددت المشاهدات، لكن الخلاصة واحدة، وهي أن المصريين على وعي بما يواجه البلاد من تحديات، وأن ثمة إيمانا راسخا لديهم بأن الصوت الانتخابي بمثابة رصاصة يطلقونها في صدر الإرهاب وداعمي ممن يستهدفون مصر وأمنها. مضى ثاني أيام عملية الاقتراع في الخارج بالمشاهدات ذاتها التي حملها اليوم الأول، وإن كانت معدلات المشاركة في اليوم الثاني تزايدت في الغرب الأوروبي حيث عطلة السبت والأحد. وتواصلا مع المشهد في الخارج، كانت غرفة العمليات بالقاهرة على تواصلها في المتابعة ورصد تطورات العملية الانتخابية أولا بأول. نحو 9.5 مليون عدد المصريين بالخارج، أما انتماءاتهم الاجتماعية والوظيفية فهي بمثابة مرآة عاكسة لمختلف فئات الشعب المصري، وهو ما أعطى مؤشرا بشأن ما يمكن أن يكون عليه مستوى المشاركة في انتخابات رئيس مصر 2018. تجرى عملية التصويت في انتخابات المصريين في الخارج في 139 لجنة موزعة على 124 دولة بواقع لجنة في كل دولة باستثناء 8 دول تضم لجنتين، هي الإمارات والسعودية والأردن وفرنسا والصين وإيطاليا وكندا وتركيا، إضافة إلى 3 لجان في دولتين هما ألمانيا وأستراليا
في حين تضم الولايات المتحدة الأمريكية 5 لجان. ولا تجرى عملية التصويت في انتخابات المصريين بالخارج في 4 دول لدواع أمنية، هي سوريا واليمن وليبيا والصومال. ويشرف على تصويت المصريين في الخارج 786 عضوا بالسفارات والقنصليات المصرية. ويشترط لتصويت المصريين في الخارج أن يحمل الناخب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وهو ما يعطي مرونة كاملة للناخب في عملية التصويت. طيب، الاتحاد العام للمصريين بالخارج ده بيضم أسماء كتير في عضويته من المصريين المقيمين في العالم أو في أغلب دول العالم. بمناسبة التصويت في الخارج وعملية الاقتراع، الاتحاد العام للمصريين في الخارج شكل غرفة عمليات للمتابعة والرصد، وكمان محاولة التواصل لرصد أي مشكلة ممكن تكون بتواجه أي مصري أثناء عملية الاقتراع، وبالتالي كمان هيتوصلوا إلى بعض النتائج أو هيطلعوا تقارير في الآخر عن الثلاث أيام اللي تم فيهم الاقتراع. الأستاذة منى رضوان أحد أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وهي كمان عضو غرفة عمليات الاتحاد المصريين في الخارج، مشرفانا النهاردة. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. والنهاردة اليوم الثاني، بكرة آخر يوم، أكيد كان لكم رصد للمشهد الانتخابي بشكل عام للمصريين في الخارج. أهلا بيكي. احنا النهارده يعتبر اليوم الثالث لاستراليا بعد ساعات، عشان احنا بدانا اول بدري. وبالنسبه للاتحاد، احنا طلعنا تقريبا ثالث بيان امبارح بيشرح فيه بالظبط يعني الوضع شكله ايه. بالنسبه لغرفه العمليات، غرفه العمليات تم بتحضر لها بقالها فتره طويله، واستقطبت مجموعات من جميع انحاء العالم تكون موجودة داخل الغرفة. أنا واحدة منهم، وطبعا بقية زملاتي. باشمهندس اسماعيل عامل شغل رهيب جدا، ومعاه كل المجموعة. تيم وورك، يعني مش ما فيش مثلا حد بعينه، بس بجد أنا بشوفهم بيشتغلوا كلهم مع بعض. كمان بلاقي إن الاتحاد يعني في اكتساب جذب لجمعيات واتحادات وأفراد. يعني دي المناسبة اللي هم بيحسوا فيها ان هم مع بعض. انتوا اولا بتاخدوا بياناتكم عن عملية الاقتراع ازاي؟ يعني اشرحي لي غرفة العمليات دي بتشتغل ازاي. اوكي، احنا عندنا طبعا حاجات مانيوال وحاجات الكترونيك، فممكن ناخد المعلومات على المانيوال وننقلها الكترونيك بعدين. كل الحاجات اللي على المانيوال او على ورق، يعني دي بتبقى احصائيات، facts and figures، يعني حقائق وقائع وأرقام كمان. طبعاً ديت بنستشفها من معلوماتنا الخاصة احنا عن طريق المندوبين بتوع الاتحاد في السفارات. مش لازم في السفارات، لكن طبعاً هم طبعاً بيروحوا السفارة ينتخبوا، لكن برضك هم بيبقوا على اتصال بمثلاً مين رايح مين جاي، لو حصل فيه مشكلة. كل يوم من يوم للتاني ممكن يحصل حاجة، بس حقيقي لحد دلوقتي ما حصلش أي مشاكل، وده نجاح في حد ذاته. إن عملية الانتخابات سايرة في جميع أنحاء العالم للمصريين في الخارج، ما فيش ولا حادثة فردية أو جماعية فيها أي مشكلة. طيب، بدأتوا من يوم الخميس بالليل علشان أستراليا ونيوزيلندا بدأوا طبعا الاقتراع عشان فروق التوقيت. أيوه. من يوم الخميس. أيوه. بالليل. أيوه. أولا احنا شفنا يعني من خلال الفيديوهات اللي احنا عرضناها من مراسلين الحقيقة من كل السفارات، انه يعني عدد المصريين اللي راحوا السفارات عشان ينتخبوا عددهم كبير، يعني ربما ما كانش متوقع. احنا هنا في القناة بنستقبل الفيديوهات، ما كناش متوقعين انه يبقى فيه اعداد كبيرة واقفة وسط الطوابير في بعض الدول حريصة فعلا هي تدلي بصوتها. المشهد ده هل ذكرتوا برضو الاعداد في البيانات الخاصة بيكو؟ كان عندكم برضو توقع انتوا كمان بارقام اخرى غير الارقام اللي نزلت فعلا؟ احنا عندنا توقعات، بس في نفس الوقت الارقام هي اللي بتحسم. وتقريبا في بلاد يعني ما يعني
في أرقام معينة معروفة. فالإحصائيات اللي بتبقى موجودة في الاتحاد مش بتبقى صور بس أو بتبقى مجرد خبر بنتداوله أو مثلا بيدور من موقع لموقع، لا بيبقى بالأرقام وبيبقى بالضبط. يعني حياتك لو شفتي مثلا احنا بنداون ازاي، بيبقى لكل بلد يعني 3 ايام في اكتر من مندوب بيكون موجود. طبعا الاحصائيات او الاعداد دي بتبقى حاجه طبعا يعني مش هقول لك نسبيه، لكن ما بتختلفش كتير لان بيبقى معروف بالضبط. بالذات ان احنا كمان في ناس في بعض الدول هم المندوبين الاساسيين للحمله الرئاسيه كمان، فيعني اقرب ما يكون للحقيقه. طب لحد دلوقتي، هو لسه طبعا بكره اخر يوم، بس لحد دلوقتي ايه اعلى نسبه تصويت كانت في اي دوله يعني مثلا؟ طبعا احنا دي الدول العربيه دول التصويت فيها يعني بنسبه عاليه جدا، ده طبعا بحكم انه عدد المصريين او عدد الجاليه المصريه اللي فيه كبير طبعا. امريكا كمان واوروبا المصريين متوافدين باعداد كبيره جدا جدا. في بلاد اللي هتقل فيها دي بتبقى سبب يعني درجة حرارة أو مثلا جو يعني غير عادي. أوكي. لكن بصراحة الانتخابات جاية في ويكند، الانتخابات جت في يوم غير الويكند اللي هو يوم الجمعة، فشاملة ده وشاملة ده. لو هيكون في يعني أي نسبة مثلا بتقل، فأنا هرجع ده لحاجة ثقافية للمصريين، إن لما بيبقوا مستريحين بيريحوا. فيمكن ما نشوفش ده في الخارج، بس هنشوف نسبة منهم عشان نكون واقعيين. احنا هنشوف نسبة من دي في الخارج، إن النسبة دي هتكون عارفة هي عايزة. شايفة حد مريح يعني؟ أنا شايفة الناس منطلقة ناحية السفارات. لا، ما هو لو ما فيش حد مريح أنت هتبصي تلاقي 100% نتيجة، وطبعا احنا مش هنرجع بالايام اللي فاتت تاني، احنا ما فيش، مش هيكون في 100% نتيجة اعتقد. لكن الامر الواقع لا، هو مش 100%، انا بتكلم على عدد الناس اللي نزلوا صوتوا، اللي عملوا الافورت والجهد ان هم ينزلوا يصوتوا. هي الفكرة انه زمان كان في عزوف عن المشاركة السياسية باشكالها المختلفة. فهي الفكرة مش يعني مش النتيجة حسمت بأنهي رقم قد ما هي أن الناس نزلت فعلا يعني. لا، وبعدين حياتك دلوقتي الانتخابات جاية في ظرف في شهداء بيروحوا، شهداء بيروحوا بيموتوا، في جوامع بتنضرب، في كنائس بتنضرب، في اتحاد جامد جدا بين المصريين وبعضهم وألفة غير عادية. طيب أمال هو فين عدونا بقى؟ ما احنا دلوقتي لازم تعرف عدوك من حبيبك. فهم عارفين مين الحبيب، مين اللي بيشتغل، مين اللي بيدافع، مين اللي أساسا يعني زي ما بنقول هو الأمل، مفيش غيره. تركيبة المصري اللي عايش في الخارج ومدى تواصله مع الأحداث السياسية الداخلية جوه مصر، على قد ما بنقدر بننقل الصورة طبعا. الزيارات اللي بتيجي من مصر كتير بتساعد أكيد طبعا، لكن الصورة مش منقولة بصراحة 100%، لأني مفيش مندوب إعلامي متواجد في أي بلد في أنحاء العالم. وأنا من رأيي أن المندوب الإعلامي، وجهة نظري أنا الشخصية، أهم من المندوب التجاري والمندوب الثقافي. مندوب إعلامي حضرتك تقصدي زي مستشار إعلامي يعني؟ بشكل دائم يعني. مندوب إعلامي، مندوب إعلامي لمصر في كل قنصلية. مش موجود. لا، ونجيبه بالناس المولودة هناك، ليه لا؟ هي هيئة الاستعلامات هي اللي كانت ماسكة يعني ماسكة القصة دي، بس أنا معرفش طبعا، ممكن يبقى نتيجة ظروف بعينها فقلصوا من أعداد المستشارين. بس الحقيقة إن يعني لازم هنخاطب الناس بنفس اللغة بتاعتهم. واللغة مش بس مجرد حروف، اللغة مجرد ثقافة ما بين السطور. ففي فرق بين حد متعلم إنجليش مثلا أو فرنساوي أو أي حاجة جوه مصر من مدرسة فرنساوي من مدرسة إنجليزي، في فرق بين واحد عايش وتربى وتولد في الدولة دي وهيعرف يتكلم الثقافة بتاعتهم، الحضارة، متعلم في الكلية بتاعتهم. بس خليني أختلف معاكي شوية، لأنه هي الفكرة أكتر هي توصيل الرسالة، اللاين بتاع التواصل
ما بيننا وما بين المايند سيت او الدماغ الغربيه اكتر منه انك انت انه هو يكون حد مولود هناك او مش مولود هناك. يعني لا، هو بالعكس. ما في مصريين يا فندم مولودين هناك متخرجين من الاعلام، وده جيش، يعني ده جيش طابور ثالث كده لمصر قاعد مستني، وبرضك بالتعاون مع هيئه الاستعلامات، بالتعاون مع اكاديميه ناصر، بالتدريب. لكن انت بتاخدي ذا بيست اوت اوف بوث، الحلو من كل شيء. ان انت دلوقتي عاوزه، دلوقتي انا عندي مشكله في السياحه لمصر، طيب المندوب الاعلامي دوت ممكن انا اجيبه في سيمينار او في حاجه يرد على الاسئله اللي هي بتتسال السفاره، بتتسال ليا، بتتسال القنصليه. عندي مشكله في الاستثمار، يقول لي طب وانا يعني هطلع فلوسي ازاي؟ المندوب الاعلامي هو اللي يجيب لي المعلومه 100% من خلال هيئه الاستعلامات، من خلال هو. الخدمة دي مش موجودة في السفارات؟ هيجيبها منين؟ هيجيبها منين؟ في مستشار تجاري، في كان في بيبقى دايما مندوب حاجة. انا بتكلم على مندوب انا مندوب اعلامي يلم بقى كل كل القطاع. المندوب الاعلامي بقى لو حياتك تشوفي يعني تبصي بنظرة هتلاقيه هو في اي مشكلة تخص هيئة الاستثمار، تخص السياحة، تخص الامن القومي، تخص ده، ما هو هياخد في اكاديمية ناصر التدريب اوكي، وبرضك يعني هيتعاون مع هيئه الاستعلامات. لكن انت بتجيبي دلوقتي ذا بيست اوت اوف ايفريثينج. لكن ان انا مثلا لو انا جبت مندوب اعلامي من مصر يقعد في استراليا ولا في امريكا ولا، مش هينفع. انت بتخاطبيني انا كمصريه، انا عارفه انا عايزك تخاطبي الاسترال. انا النهارده مؤسسه مثلا تبع الاتحاد المصري العام، انا بمثل استراليا هناك اوكي. انا مثلا ايجيبشن اسوسيشن، انا مجموعه تانية مش منى رضوان خالص، اي مجموعه، وعندي يعني اي ريتش سم مثلا انفسترز، ولا عندي ناس مثلا ممكن يجوا. طيب انا هعمل ايه؟ هكلم السفاره او القنصليه اقول لهم يا جماعه عايز المكتب الاعلامي. بس على فكره وزاره الاستثمار مع بالتعاون مع وزاره الهجره عامله مكاتب في دول كتيره قوي لقصه المستثمرين دي تحديدا، بما انك انت بتشيري اليها. يعني الاستثمار للمصريين في الخارج او للاجانب يعني في تعاون كبير جدا بين وزاره التعاون الدولي ووزاره الاستثمار اللي هي ممثله في وان انتيتي يعني مع نبيله مكر. طيب مع أنا وزاره الهجره طبعا انا بكن احترام ليهم كلهم. انا النهارده عضوه في العرب تشامبر اوف كوميرس، الغرفه التجاريه العربيه للصناعه والتجاره من فتره اورايت، وبنشتغل مع جافي اللي هي هيئه الاستثمار ومصري بيكون ليها مثلا 1 2 ايفنتس اورايت. بس حضرتك في فرق بين ان انا اعمل ايفنت، وفي فرق بين ان انا مثلا كلهم بيتعاونوا مع بعض، لكن على ارض الواقع الايفنت بيحصل وبعد كده ما بنكملش. ولو كملنا يعني مين اللي بيكمل بعد كده الجهود ازاي؟ احنا مش بنقول نوقف المجهودات بتاعه الوزارات المختصه، احنا بنقول نفتح الابواب للجمعيات الاهليه والافراد واي مؤسسه. يعني انه يبقى في نوع من الانتشار الاعلامي الخاص بامور زي الاستثمار. ما هو كمستشار اعلامي لو في مثلا العرب تشامبر مثلا بنعمل ايفنت الغرفه العربيه، بقول لسعاده السفير لو سمحت او سعاده القنصل انا عايزه المستشار الاعلامي يكون متواجد، لان في اسئله هتسال وانا بحضر الايفنتات دي وعارفه كويس قوي الاسئله دي لازم طب هو قبل ما بيجي، ما هو بيكون بحضر الهوم ورك بتاعه، واحنا ككونسلتنت ان بتوين بنقول له بي كيرفول لان هيتسال مثلا هخرج فلوسي ازاي. ما تجيش تقول لي بقى ايه طيب يعني ابقى اجي لك بعدين، ابقى ابعت لي ايميل. لا لازم اسال في حضره. طيب ايه المجالات اللي ممكن استثمر فيها؟ انا عندي استثمارات العقارات هنا ممتازه جدا. طب انا هقول لك على حاجه تساعدك عموما، يعني مع ان ده مش موضوعنا، لانه وزاره الاستثمار عندها اونلاين بيج فيها كل الاجابات عن كل الاسئله اللي بتسالي عليها. بيحب الاونلاين بيج يا فندم، الناس لما بتحب تعمل بيزنس فيس تو فيس، مفيش حاجه اسمها اونلاين. ما انا بفتح الاونلاين كواحده استراليه بحر بقى وعوم فيه. خلينا واقعيين، المفروض انه كل الاجانب دلوقتي بالعكس ما عندهمش الوقت ان هم الهات وخد في الكلام، وكله أيوة. بيتعامل بالانترنت او بالاونلاين. بس في اسئله تحويلات الفلوس في اونلاين، في اسئله ما زالت مش متجاوب عليها. في اسئله مش متجاوب عليها لسه.
طيب احنا سعداء بيك النهارده جدا، وترتيبات اليوم الاخير في الانتخابات في غرفه المتابعه هتكون ازاي؟ اللي انتم محضرينه لبكره، هل هيبقى في بيان ختامي لتقييم الثلاث ايام؟ اكيد طبعا احنا هيكون في بيان ختامي. هنلم طبعا بكل، هنبتدي بردك باك تو نيوزيلاند استراليا كل وبعد كده طبعا الدول العربيه واوروبا، وفي الاخر هتكون امريكا. وبعد كده بقى ان شاء الله طبعا يعني ننتظر النتيجه ونتابع معاكم احنا بقى انتخابات الداخل. انتخابات ان شاء الله. شرفتينا جدا النهارده من القاهره، وبالتوفيق دايما. الشكر دايما موصول ليكم لمواصله لمتابعه حلقات من القاهره، وتصبحوا على خير.